نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. النهاردة بنحتفل بتعاون مع برنامج واحد من الناس لتسفير هؤلاء العمال لعمل فريق عمل رحلة العمرة، والنهاردة بيتم توضيحهم. وأنا شايف إن شاء الله إن إحنا دي أول كانت مبادرة بنعملها بالتعاون مع برنامج واحد من الناس، وهيبقى في مبادرات أخرى إن شاء الله. ابتدينا الحمد لله إن إحنا نطلع النهاردة 11 عامل وعاملة رحلة عمرة، وبإذن الله فكرة مبادرة ناس مهمين جدا هتشتغل برضو في عام 2019، وإن هي إن شاء الله بإذن الله هيبقى في مبادرات جديدة، وإن شاء الله الناس تبقى مبسوطة زي ما مبسوطة النهاردة أنت شايفة أسرهم كلهم بإذن الله، وتبقى عمرة مقبولة إن شاء الله. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا. انا عندي 60 سنة وساكنة في طنطا، وجوزي عندي 70 سنة ومعايا 5 اولاد وربيتهم وعانت عليهم لما ربيتهم. انا اشتغلت وشقيت، اشتغلت في الافران، واشتغلت مش هقول لك بين حتة كمان اكتر من كده بكتير عشان اكافح مع جوزي وربيه يعني. الحمد لله والشكر لك يا رب، احمدك وخلي اللي بيبعت يا رب تعود شقايا وشوف الريوت. مش مصدقه يا رب يا رب يا رب، مش مصدقه. الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، وخلي اللي بيبعت يا رب. يا رب تعلم بي يا رب، يا رب تعلم بي، مش عايزه. انا مش مصدقه والله العظيم، ضربات قلبي زادت لما تقولي كده. انا ما كنتش مصدقه، وحياه ربنا مفاجاه حلوه والله العظيم، لان هي كان هجرى لها حاجه لما كانتش طلعت العمره دي. وحياه ربنا، ربنا يخلي ولاد اهل الخير يا رب كده ويدوم الصح. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات الله عليك. عندي 48 سنه، طبحت على عيالي 5 وربيتهم وخليتهم شباب، وخليت عرايس جوه منهم واحد عاجز معاق، ولغايه دلوقتي بكافئ عليهم. انا ماليش معاش طبعا، انا جاني مرض في النخاع الشوكي، الحمد لله المرض يعني سرطان، والحمد لله مش مصدقه فعلا يعني، والله العظيم ما مصدقه لغايه دلوقتي يعني. حاجه كنت بتمناها، انا الفجر امبارح بصلي بعيط، انا بثبت كده وشايفه نور ربنا قدامي في الارض، واقسم لك بعز جلال الله وربنا استجاب لي. وربنا يخلي البرنامج يا رب، البرنامج ويجعلها كده يا رب، يبارك لكم. انا ما كنتش متوقعه والله، ما كنتش متوقعه انه انا اسمي هيطلع. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. طول ما بتقول يا رب الحمد لله، ربنا ما بنساش حد. الحمد لله انا تربيت يتيمه برب اعتبر يتيمه. نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات الله عليك. جوزي متوفي بقاله 10 سنين، وانا معايا 3 بنات ولدين، جوزت البنتين والولد، فاضل لي بنت وولد، وتوفى في حادثه. انا نفسي والله من 10 سنين اطلع عمره، وربنا سبحانه وتعالى راد. كنت قاعده انا وبنتي بنتفرج على استاذ عمرو على طول، وقالت لي ابعت لي، قلت لها مش معقوله والله، وده فعلا اللي حصل. انا حتى قلت لبنتي اجلي عمليه عيني، وعايزه نفسي اطلع عمره والله. وانا بعت على الفيسبوك كده ان هي نفسها تطلع عمره يعني على الفيسبوك، وطلع اسمنا يعني الحمد لله في السحب. ربنا يبارك لهم يعني الصراحه، واحنا بصراحه ربنا ما كناش مصدقين ان هي يعني هتطلع عمره، والفرحه يعني عايزه اقول لك مش قادره اقول لك يعني قد ايه يعني في قلبنا، وربنا يبارك لكم يعني ان هي طلعت العمره دي. بس هي دي كانت امنيه حياتي بالدنيا، هوي اطلع عمره بس. لا لغد وقت انا مش مصدقه والله، انا مصدقه حقيقي. الحمد لله، شكر ربنا سبحانه وتعالى. مش قادره اوصف لك والله العظيم، والله العظيم انا لو هعمل عمليه في عيني ما هفرح الفرح ده، اقسم لك بالله. فالحمد لله.